نظمت المديرية الإقليمية لبرشيد ومعهد مبادرة للتكوين القيادي والتنشيط التربوي والفرع الإقليمي لجمعية تنمية التعاون المدرسي ببرشيد مساء يومه الجمعة 11 ماي 2018 بالثانوية التقنية الإمام مالك ببرشيد، لقاء تواصليا حول موضوع دور الحياة المدرسية في ترسيخ القيم المواطنة والسلوك المدني. وشهد اللقاء الذي حضره عدد من رؤساء المؤسسات التعليمية وبعض منشطي التعاونيات المدرسية ومنسقي الأندية التربوية ورؤساء المصالح نقاشا واسعا حول الموضوع. اللقاء ديال اليوم هو لقاء كيدخل في إطار تفعيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية، خاصة المشروع رقم 9، وتفعيل كذلك المذكرة 0717 اللي كتعلق بتفعيل وتنشيط ادوار الحياه المدرسيه. كانت عندنا مداخلات وتقريبا جميع المداخلات نصبات على فكره اساسيه، وهي ان المؤسسه التعليميه عندها مسؤوليه كبيره خاصه في الجانب التنشيطي والتثقيفي والترفيهي من اجل ارتقاء منظومه القيم والحد من المظاهر السلوكيه اللا مدنيه واللا مواطنه اللي كيتسم بها الشارع ديالنا، خاصه وان المدرسه يمكن من خلال تنشيط التلاميذ وتفعيل الادوار ديال الحياه المدرسيه انها ترتقي بالسلوكات ديالهم الى ما هو مطلوب. والشركاء ديالنا ابانوا عن حس مواطني خلال هذا اليوم الدراسي، وكنشكرهم بهذه المناسبه. سعيد بوجود وبتواجد المنبر الاعلامي المتميز برشيد نيوز معنا اليوم في هذا اللقاء التواصلي الذي ياتي في سياق شراكة تم توقيعها بين معهد مبادرة للتكوين القيادي والتنشيط التربوي اللي تأسس سنة 2016 وما بين المديرية الإقليمية لوزارة التربية والتعليم هنا ببرشيد، ومن بعد ما نسقنا مع الفرع الإقليمي لجمعية التنمية التعاون المدرسي هنا ببرشيد الذي ينشط في السلك الابتدائي. كيجي هذا اللقاء التواصلي بهدف الحديث عن موضوع مهم ومهم جدا اللي هو دور الحياة المدرسية في ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني. كتحضروا معنا واحد المجموعة من المتدخلين لمقاربة الموضوع من ناحية التربوية القانونية، من ناحية مبادرات إبداعية لتعاونية مدرسية معينة، أيضا كانت كلمة لجمعية التنمية المدرسية، وكان مشروع بناء واحد البرنامج عملي وتطبيقي للسنة المقبلة في إطار هالشراكة اللي كان داروا رئيس المعهد أستاذ عبد العزيز كابوري. كي يجي هذا اليوم هذا هو في إطار لقاء تواصلي بناء على الشراكة اللي عقدناها مع الإخوان في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية برشيد، وعلى أساس أننا نساهم بحسب المجالات اللي كنشتغلوا فيها واللي هي مرتبطة أساسا بالتكوين في مجال الحياة المدرسية، خصوصا أنشطة التفتح وكذلك المهارات الحياتية، باش نساهموا في من أجل أو كالمساهمة ديالنا اللي غتكون أساسا هي ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني. وتم تقديم شواهد شكر وتقدير لجميع المتدخلين على أمل تجديد اللقاء بين جميع الشركاء لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع العمل النهائي، رغبة في تنسيله مع مطلع السنة المقبلة.